أخبار اليوم. قل اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. إذا كان 9 لام ر إلى 9 لام ر زائد 1 يساوي 1 إلى 7 فإن ر تساوي. معروف 9 لام ر ديت يا ولاد اللي هي مضروب 9 على مضروب الفرق اللي هو 9 ناقص ر إلى 9 لام ر زائد 1 يعني أعملها في يعني أنا هبدأ المفروض في المقام دي 9 لام ر زائد 1 يبقى هنا مضروب 9 على مضروب الفرق 9 ناقص ر ناقص 1 يعني 8 ناقص ر ده كده مع ده أيهما أكبر مضروب 9 ناقص ر ولا 8 ناقص ر؟ مين اللي هيتفكك؟ ادي هنا تحت التسعة ناقص ر في بقلل واحد يبقى 8 ناقص ر وادي هنا 8 ناقص ر مضروبة دول هيشطبوا مع بعض يبقى 1 على 9 ناقص ر الكلام ده بيساوي عندي كام يا ولاد؟ 1 إلى 7 1 إلى 7 يعني 9 ناقص ر يساوي 7 يعني ال ر تبقى ب 2 فين الجواب؟ الاختيار ب 2 شوف الاختيارات مع بعض كده على جنب كانت مكتوبة 2 3 4 5 إذا الإجابة الصحيحة معانا إذا كان مجموعة المعادلات 2 س زائد 3 ص زائد ك ع يساوي 5 و س سالب ص زائد ع يساوي سالب 2 س زائد ك ص زائد 3 ع يساوي 7 لها حل وحيد فإن ك لا تنتمي وادي الاختيارات قدامكم اهي نقول كده تعالوا نحسب دلتا اللي هو محدد المعاملات معامل س هنا 2 هنا 3 هنا معامل عين ك هنا 1 سالب 1 1 هنا 1 هنا ك هنا 3 مع بعض بقى نفك كده يساوي ادي 2 في المحدد بشطب الصف والعمود الواقع فيه العنصر 2 ادي سالب 1 ادي 1 ادي ك هنا 3 ناقص 3 في محدد اخر بشطب الصف والعمود الواقع فيه العنصر 3 هنا 1 هنا 1 هنا 1 هنا 3 سالب ك موجب سالب موجب يبقى موجب ك في واحد سالب واحد ادي واحد هنا فك معانا ادي اثنين في كده سالب ثلاثة كده سالب ك هنا سالب ثلاثة في ثلاثة ناقص واحد زائد ك في ك زائد واحد يساوي نضرب يبقى سالب 6 سالب 2 ك هنا النتيجة 2 2 في سالب 3 في سالب 6 زائد ك تربيع زائد ك المفروض الكلام ده كله لا يساوي ايه؟ إذا ك تربيع سالب 2 ك زائد ك يبقى سالب ك وهنا سالب 6 وسالب 6 يبقى سالب 12 ونقول لا يساوي الصفر نحلل يبقى ك ناقص 4 ك
في كاف زائد 3 لا تساوي الصفر. يعني كاف ناقص 4 لا يساوي صفر، أو كاف زائد 3 لا تساوي صفر. يعني كاف لا تساوي 4، وكمان كاف لا تساوي سالب 3. يعني الكاف لا تنتمي إلى، لا تنتمي إلى المجموعة 4 وسالب 3. يبقى علشان أحل مجموعة من المعادلات الخطية بطريقة كرامر لازم دلتا ده ما يكونش بصفر، اللي هو محدد المعاملات. فأنا حسبت الأول محدد المعاملات وقلت إن هو لا يساوي إيه؟ الصفر. ما هي قيم كاف اللي تخلي إيه؟ دلتا أو محدد المعاملات لا يساوي صفر؟ هي القيمة 4 وسالب 3، وهذه الاختيارات قدامكم. نشوف رقم 3، مقطع متوازي السطوح بمستوى يقطع 4 أحرف متوازية فيه هو سطح. ها مديك اختيارات، متوازي أضلاع، مربع، معين، مستطيل. أنا سامع الإجابة أهي، أيوه متوازي أضلاع. الفقرة اللي بعدها رقم 4، أقل عدد من المستويات تحدد مجسما يساوي كم مستوى. يعملوا لك مجسم على الأقل، كم مستوى أقل عدد من المستويات اللي يعمل لك مجسم. ها أيوة 4 مستويات بالضبط. شوف الفقرة رقم 5، جيب تمام قياس الزاوية الزوجية بين أي وجهين في الهرم الثلاثي المنتظم. الهرم الثلاثي الإيه؟ المنتظم. تعالوا نشوف دي، تعالوا مع بعض نرسم هرم ثلاثي منتظم. ألف مثلا، ب، ج، د، هذا هرم ثلاثي منتظم، جميع أوجهه مثلثات متساوية الإيه؟ الأضلاع. أنا دلوقتي لو نصفت ضلع زي أ ب كده في نقطة ولتكن هي، ووصلت ج هي، وكمان وصلت هي د، أنا في هنا زاوية اهي، الوجه ج ب أ عبارة عن مثلث متساوي الأضلاع، يعني ه منتصف أ ب يبقى ج ه ده عمود، ودال ه هيبقى كمان عمود، ويبقى الزاوية دي هي الزاوية المستوية للزاوية الزوجية. طول ج ه ده لام، الزاوية دي 60، يبقى ده كده جذر 3 على 2 لام، وكمان ه د جذر 3 على 2 لام، وده لام. لو عزلنا المثلث ده على جنب شوية كده، أدي ه، أدي ج، أدي د، يعني ده ه شرطة، ده د شرطة، ده ج شرطة، فكرك بحاجة مهمة. جت الزاوية دي، جت ه، هتساوي د شرطة تربيع زائد ج شرطة تربيع ناقص ه شرطة تربيع على 2 دال شرطة في جيم شرطة. فلو طبقنا الكلام ده هنا على القاعدة دي يا ولاد، على المثلث اللي عندي ده،
تاتا ربيع بكام؟ هنقول جتا الزاوية اهي، جتا اهي يساوي مربع ده يبقى 3 على 4 لام تربيع، زائد مربع ده 3 على 4 لام تربيع ناقص اللام تربيع على 2 في جذر 3 على 2 لام في جذر 3 على 2 لام. ده كله يدي ايه بقى؟ هنا لام تربيع 3 ارباع و 3 ارباع 6 على 4 يعني 3 على 2 ناقص 1 يعني نص لام تربيع. احسب تاني معايا، 6 على 4 ناقص 4 على 4 يعني 2 على 4 يعني نص لام تربيع، نص لام تربيع على الاثنين دي مع الاثنين دي جذر 3 بجذر 3 ب 3 على 2 3 على 2 ايه؟ لام في لام بلام تربيع. نختصر لام تربيع مع لام تربيع، نص على 3 على 2 يعني يدينا ثلث، ويبقى جتا الزاوية هتبقى ثلث اللي هي الفقرة رقم 5. ادي الجواب الصحيحة ثلث. نشوف الفقرة الستة، ميم ألف ب ج د هرم رباعي قائم طول ضلع قاعدته 10 سم وارتفاع 4 جذر 7 فإن طول حرفه الجانبي. كلنا عارفين يعني إيه هرم رباعي قائم، قاعدته على شكل مربع ب ج د هرم رباعي قائم يعني قاعدته على شكل مربع، مركزه الهندسي هو موقع العمود الساقط من رأسه على القاعدة. المركز الهندسي هنا القاعدة اللي هو ميم، يبقى ميم ألف ده ولا ميم نون هو ارتفاع الهرم اللي هو 4 جذر 7 سنتي وده 10. بيقول لي هات طول حرفه الجانبي، يعني عايزين مثلا طول ميم ايه؟ ألف، عايزين طول ميم ألف. معروف لما يكون طول ضلع المربع 10 يبقى طول قطر المربع 10 جذر 2 ومن خواص المربع القطران ينصف كل منهما الآخر، يعني ألف نون ده هيبقى 5 جذر 2. طيب ميم نون عمودي على مستوى القاعدة بتاعت الهرم، يبقى هو عمودي على نون ألف، عمودي على مين؟ على نون ألف. يعني في مثلث ميم نون ألف القائم في نون ده 4 جذر 7 ده 5 جذر 2 بنظرية فيثاغورس، يبقى ايه ميم ألف ده بيساوي الجذر التربيعي 4 جذر 7 كل تربيع زائد 5 جذر 2 كل تربيع. احسب معايا 16 في 7، 7 في 6 ب 42 يبقى 112، وهنا 25 في 2 ب 50 يعني جذر 162. جذر 162 لو احنا حللنا ال 162 او بالاله الحاسبه تقدر تحسب جذر 162 وتلاقي الاجابه عندك في الاختيارات.